ميستي لا تفوتي. رهان أنا صح ما فيني شوف فير بهيك حالة، بس هذا ما بيعني إنه ما أفوت وما أطمن عليه ودير بالي عليه. لهيك ما بدي إياك تفوتي، أنا موجود لحتى أهتم فيه. ما بعرف شو ممكن يعمل إذا شافك، لهيك من الأحسن تبقي هون. رهان كل شي رح يكون منيح. ما في داعي تقلقي. ليك حضرة الضابط، ما بيصير تحجزني هون هيك ماشي؟ انت غلطت، ما عرفت شو صار. فهمه لك فهمه. ليك انا يا سيدي كنت عم برجع بسيارتي لورا وهو طلع بوشي. يلا احبسه. الحق عليك اعتذر وبتنحل فورا. ليش لحتى اعتذر ولا انت يلي غلطت معي؟ شي ايدك عني احسن لك. بدك تكبر راس انت وتعمل لي رجال وانا ما رح اعتذر. فشرت. انقلع. يلا يلا انقلع. خلاص انت وياه داخلي منكم، احترموني على ليلة. قلو قلو هالحكي. حق عليك انت كنت مطفي من كتر المشروب. اساس انت كنت صاحي. سيدي قلو اني ما رح اعتذر. ليش لحتى اعتذر اذا انا ماني غلطان؟ ضيعانك يا فير، بعمري ما شفتك بهيك حالة. بروحتي لهونيك شفت شي تاني ما بيطمن. روهان مثل أخوك ما هيك؟ معناتها كان لازم يوقف بصفي، بس لا هو كان عم يدافع عنه كل الوقت. فكر شوي، أنا حبيته للروهان واعتبرته مثل ابني، بس لما عمل هيك ما بتتخيل قدين زعجت وكتير انقهرت منه. شو جابك لهون؟ ليه جيت؟ روهان أنا بعرف كل شيء، بعرف إنه الوقت بيغير العالم. يا ترى من وقت ما أنا انفصلت عن ميستي جربت تسأل عني؟ كتير بهمك إذا كنت عايش ولا ميت؟ شوف أنا بكرهك، بكرهك كتير. فير مو هيك. روح لعني. مين قالك اني ما اتصلت فيك؟ انت اللي ما كنت ترد علي ورحت لعندك على المكتب. شو بعمل يعني اذا ما بدك ترد؟ بس اسكت اسكت، روح من هون، بترجاك روح من هون. أنا ما بدي منك شيء، روح واتركني. ليش فصلني؟ يعني معقول صاير شيء؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يا ربي أنا بلشت أقلق كتير. سيدي هي أول مرة بيعمل فيها هيك موقف، أنا بكفل إنه ما عاد يعيدها مرة تانية، بترجاك تسامحه. الحكي سهل كتير، ما فيني أعفي عنه بهالبساطة. حضرته كان سكران وهو عم يسوق. ليك لحظة سيدي لحظة، كم مرة أنا لازم قلك إني كنت عم برجع لورا؟ إذا هو أعمى وما شافني شو بعمل؟ أنت اللي كنت سكران. سيدي هو كان معصب ما كان سكران. فعلا إنك رفيق وفي، كرمال تنفذ رفيقك من المصيبة بدك تلف وتدور على الشرطة. سيدي مو هيك القصة، بس هو إنسان كتير محترم وراقي. يا سلام.
بيصير. روهان طلب مني ما فوت لعنده. طيب ليش طوال؟ لازم يكون طلع. شو هالكركبة؟ أنا بحب ميستي النظايفية أكتر. صايرة بتنكش الدنيا لحتى تلبس ثيابها. لك هي من إمتى كانت هيك؟ باري؟ إيه؟ ليكي بنتي صارت الساعة 10 لهلأ ما رجعت ميستي. ما تقلقي تيتا، بتكون طولت لأنه عندها شي ضروري. أنتي نامي وأنا بخلص شغل وبتصل فيها فوراً. رح تتصلي على الأكيد؟ أكيد رح أتصل. لحظة بس، انت كنت بموقف السيارات ما؟ هذا يلي إلي ساعة عم قوله. معناتها ما كانوا على الطريق وسيارتك كانت بالموقف مو على الطريق. صح، يعني اتنيناتكم كنتوا بالموقف. ايه كان عتم ورفيقي كان عم يرجع لورا بالسيارة وانت كنت طالع بسيارتك. المفروض تكون شفته وهو عم يرجع، صح ولا أنا غلطان؟ شكل القصة كتير كبيرة، الأحسن أني أحكي مع محامي. ليك أخي، خليه يعتذر ويتيسر عبيته. ألو؟ منيح لي ما اجت ميستي، كانت رح تتضايق كتير. اكيد هلا هي قلقانه واكله هم. باري اسمعيني. شو هالصدفه؟ كنت رح دقلك. باري جيبي معك محامي شاطر على قسم الشرطه. ماشي. قسم الشرطه؟ شوفي ليش ميستي، انت منيحه ما هيك؟ شو عم تعملي هنيك؟ ايه انا منيحه، بس فير عمل حادث وضرب بسياره تانية. كان سكران كتير وما شاف السياره، واتصلوا بروهان من قسم الشرطة وجينا لعنده. طيب ميستي اطمني. ماشي، أخوة لرفيقتي محامي رح اتصل فيه ونجي فوراً لعندك. ما تقلقي ما رح نطول عليكم. شكراً، باي. ليك معلم، شكلك ما عم تسمعني. اعتذرت منك كذا مرة بالكراج بس انت اللي أصريت نجي على الشرطة. فير ما تكبر الموضوع، اعتذر منه وخلصنا. فير عم بقلك اعتذر بقى وخلصنا. لك أخي أنا آسف آسف آسف، رح أعوض لك خسارتك باللي بدك يا. ماشي، روح. برافو عليك يا شاطير، هاد يلي بدي إياه. حضرة الضابط ما بدي أرفع عليه دعوة. سيدي خلص ما بده يرفع دعوة، انحلت. إيه بعدين معكم يا شباب، صرعتوني وجعتولي راسي بصواتكم، خلصوني بقى. تعوا لهون وقعولي على هاي. مش الحال؟ امشي. هاي وقع هون عند الشاهد. شكراً سيدي. هاي استنوا لحظة. سكرنا ملف الحادث، بس ملف السواقة بحال السكر ما تسكر. لأنه السواقة بحالة السكر تعتبر جريمة، تعرف ما هي؟ ايه سيدي مظبوط. ايه صحيح اني كنت شربان. ايه وحطيت الغيار على الأنارية، بس هالشي ما بيعني إنه أنا يلي كنت عم سوق. إيه؟ عم تتذاكى علي ولا؟ نسيان حالك أنت وين؟ لا تكون مفكرني رفيقك بالمدرسة وعم تحكي معه، ها؟ لحظة فير، سيدي، يا ريت لو سمحت تتفقد سجل مكالماته. أنا آخر واحد حكى معه، وقلت له إني رح أجي وصله بسيارتي على بيته، بس أنا تأخرت عليه شوي.
لأنه كان عنده شيء كتير ضروري، لهيك كان بده يمشي. سيدي، أنت بتعرف كتير منيح إنه ما كان عم بيسوق السيارة. ماشي. أنت منيحة؟ باري استني هون، خلي أرناف يفوت مع المحامي. يلا. بس ما رح أعطيك الرخصة، تعال بكرة على المحكمة والقرار النهائي بالقضية بيرجع للقاضي، فهمت؟ ماشي. مين اللي خبرك تجي؟ ميستي؟ شوف، فير ما لازم يعرف شي عن القصة. انت اتصلت بالمحامي؟ ايه، لانه القصة خطيرة. انت رفيق وفي، لهيك ساعدت رفيقك بمصيبته. اللي مثلك صاروا قلال بهالدنيا. شكرا سيدي. باري خلينا نمشي. ميستي شو رأيك نستنى فير؟ لا باري، فير رح ينجرح كتير إذا عرف إنه شفناه بهي الحالة. على مهلك، على مهلك. أرناف لو سمحت وصلوا على السيارة. تعا معي. شكرا. ألو ميستي، لازم وصل فير على البيت. ايه ماشي، انا رايحة مع باري على البيت كمان. امشي. عن جد بتشكرك كتير، عزبناك معنا. ما في مشكلة، هذا واجب. عن جد شكرا كتير إلك. أرناف، كيف عرفت إني بقسم الشرطة؟ انت اللي جبت المحامي؟ قول انت كيف عرفت؟ بصراحة فير روهان ما شفتك عم تتصل بحدا. فيني افهم ليش عم تحقق معي؟ يي علينا، ليش الكل مستنفر؟ هو شقفة سؤال عادي، لا تضيع الموضوع. يعني كيف اجا أرناف فجأة هيك؟ في حدا حكاه اكيد. لا فير، قصدي لا أستاذ. شو يعني لا؟ شو؟ قلي، بدي أعرف مين خبرك. طيب وقف السيارة، قلت لك وقف السيارة. فير ممكن تهدى شوي؟ هلأ أنت معصب وسكران، لهيك بكرة منحكي بتفاصيل القصة. أنا اتصلت بأرناف وقبل ما تطلع القصة من إيدنا جاب معه رفيقه المحامي. شو الشغلة الكبيرة يعني؟ أي شغلة كبيرة؟ ليش اتصلت فيه؟ هي القصة فيها أنه مو داخلي بعقلي. ماشي، الواحد لما بيكون مشكلة بيتصل بقرايبينه. ليش ما اتصلت بالعالم يلي ساكن معهم؟ أوه لحظة، فهمت، خبرت أرناف معناتها خبرتهم إلهم كمان، يعني عملتني علكي بيتمون. فير هالحكي ما هو صحيح. يا ربي، فير صاير مثل المجانين.
بسبب ميزتي عاملني بطريقة بشعة كتير، وما بدي يعمل بروهان نفس الشي. بتمنى ما تتأزم الأمور بيناتهم أكتر من هيك، لأنه هن رفقات كتير. فير، أنا رح جاوبك على أسئلتك. كنا أنا وباري سوا قامت اتصلت بروهان منشان شغلة مستعجلة. إيه، وصوت روهان ما كان طبيعي، فسألته شو القصة، شو صاير معك؟ قام باري خافت وخبرتني عن اللي صار، وأنا عندي رفيقي أخوه محامي كتير شاطر، فخبرته وجبته وإجينا سوا، وهي هي كل القصة. ليش ما حكيت هيك من الأول؟ بكل الأحوال شكراً. فينا نمشي؟ خلاص شباب، أنا عن جد منيح، أنا بخير روهان. روهان، يي ابني شو صاير معك؟ كل هاد صار بابني من ورا ميستي الواطية؟ طلع بأي حالة فير راجع على البيت؟ أنا كل يوم عم أدعي لربي إن ما تشوف الهنا ولا الراحة بكل حياتها. دعاء الأم دايماً مستجاب. خالي، هي البنت اللي قاعدة عم تدعي عليها، فير رجع على البيت بفضلها هي، لأن راح اتصلت بالمحامي. روهان؟ بكفي، أنا ما حكيت له الحقيقة لأني شفته معصب كتير وخفت عليه يزعل. ماشي، هاي البنت اللي عم تحكي عنها، ابنك طلع بفضله من المخفر ووصل على بيته معزز مكرم، لأنه هي اللي اتصلت بالمحامي. وشو هالشغلة الكبيرة إذا اتصلت بمحامي؟ يعني روهان أنت صاير أعمى، بس أنا شايفة كل شيء. هي جرحته جرح كبير، فشي كتير طبيعي تحط مرهم عليه، وصدقني مع هيك رح تضل مقصرة بحقنا. رح أعمل لك شي تشربه حبيبي. روهان، ما رح أنسى معروفك أبداً، هالشي بيعني لي كتير صدقني. شكراً. استنى شوي روهان. كبير على مهلك روهان، حط ببالك شغلي واحدة بس. صح أنا سكران ومطفي، بس هاد ما بيعني إني مهزوم. حتى لو ما إجيت أنت كنت رح أطلع من السجن، لأنه ما كان الحق علي. بس تعبيراً عن وفائك إلي، حبيت أتشكرك على اللي عملته. لهيك شكراً كتير. كبير، طول بالك على مهلك. أنا كتير منيح. أعطيني بطانية. أنت هلأ متقل بالشرب وبس توعى منحكي. بس لسه ما خلصت كلامي. خالتي، ديري بالك علي منيح. فير، أمي قاعدة جنبي. قاعدة أمي. أنا بعرف أنه بهذا الانفصال ميسي هي الخسرانة. أكيد ابني. يعني أنا كيف بدي أخسر؟ أنا مدير شركة كبيرة ومعي ماجستير بإدارة الأعمال. أنا حبيت ميسي من كل قلبي، وهي مستحيل تلاقي واحد مثلي أنا عن جد. يعني قلي لي، هي شو مفكرة حالها؟ شو مفكرة يعني إنه أنا ما رح لاقي بنت مثلها؟ ليكي ماما، أنا رح لاقي بنت أحسن من ميسي، وأنا متأكد. أكيد رح تتجوز بنت أحسن منها. إيه، في 100 وحدة بيتمنوا إني أتزوجون. روهان، روهان كيفه فير؟ بصراحة أنا خفت عليه كتير لما شفته بهي الحالة. ميسي اهدي،
هو منيح. قلك شغلة، ما بعرف لإمتى رح نخبي عليه، بس صدقيني هذا مو الوقت المناسب. بير ما بصير يعرف بعلاقتنا هلا، لهيك نحن لازم نصبر كمان ونطول بالنا شوي. مزبوط يلي عم تحكي، بس أنا ما بدي شي غير إني أكون جنبك. أنا معك بكل شي قلته روهان، ورح أعمل كل شي بتقلي عليه. لا مستي، القرار مو قراري لحالي، هذا قرارنا اتنيناتنا. أنا بس اللي بعرفه إنه إذا عطينا حالنا وقت كمان بخصوص علاقتنا، فرح يكون أحسن إلنا، ومنه منكون عرفنا شو اللي بدنا إياه وشو اللي رح نساوي. ميستي، نحن لازم نسيطر على عواطفنا. أنا بعرف إنه الموضوع أبداً مو سهل، بس نحن لازم نحاول كل جهدنا يا ميستي. رح أعمل اللي بدك إياه، رح بعيد عنك، بس ما فيني أوعدك إني رح أنجح بهالشي يا روهان. أنت كل حياتي وعمري، أنت سبب وجودي بهالحياة، بس أنا رح أعمل يلي قلت لي إياه. سهل أنا بعرف، بس أبداً ما نسهل علي إني بعد عنك. هالشي بيذبح، أنت قلبي وروحي، وما في إنسان ممكن يستمر بلا روحه. أنا رح روح هلا، تصبح على خير. روهان؟ هاي روهان. مرحبا باري. روهان أنا بدي أعتذر منك، بس صدقني عندي شغل ما كتير. ما بدي أي أعذار، وما فيك تروحي على محل، لأنك إذا رحتي فرح تتأخري على موعد استلام الجائزة، بعدين رح يسلموني إياها إلي عنك، وأنا عندي فوبيا من المسرح، لهيك ممنوع تروحي لمحل. روق تنفس، خلص الغي الموعد. بترجاك ما تكبر الموضوع، على 6:30 بكون هون. عن جد صدقني هالاجتماع بدك كتير تلغي مهم. يا باري عم تفهمي؟ صدقني ما فيني الغي روهان، عن جد عندي اجتماع مهم ما فيني الغي، لأنه ميستي مشغولة وأنا لازم أحضر عنها. لحظة بس، ميستي ما رح تحضر الحفلة؟ قالت لي إنه واحد فينا لازم يحضر الاجتماعات والتاني لازم يروح يستلم الجائزة، وبما إنه الجائزة إلي فمعناتها أكيد أنا اللي لازم أكون موجودة، ورح يكون وجودي ضروري، ولا شو رأيك؟ مزبوط، أكيد وجودك مهم وضروري كتير. أنت ما بينمزح معك. أوكي، ما تتأخري علي. إيه ما تأكل هم، بس أنت متذكر الوعد اللي وعدتني إياه؟ العشاء. معك كل الحق، بدنا نتعشى بعد الحفلة، أنا أكيد متذكر، وميستي رح تجي معنا. بصراحة ما قالت هيك شي هي. كيف يعني؟ بقصد إنه هي ممكن تجي وممكن ما تجي، لأنه كيف يعني ممكن؟ هي الشغلة ما بدها تردد أبداً، لازم تجي على الأكيد، لأنه هاليوم مهم كتير لأختها، يعني المفروض تكوني أهم من كل شغلة، وأنا رح أحكي معها هلأ. أنت ما تاكلي هم، عم تفهمي؟
ماشي؟ أوكي. كتير منيح. قال ما بدها تجي قال. أوكي. بكل الأحوال الوقفة يلي وقفتها مبارح جنب فير كانت كتير حلوة وأنا فخورة فيك. والأحلى من كل هاد إنه بعد هيك أنت وميستي صرتوا رفقات أخيراً واتفقتوا. انبسطت بهالشي كتير. صدقني فرحت من قلبي. بعد إذنك. طيب لازم روح. شوفك المساء. اتفقنا؟ باي. باي. اوعى تتأخري. حاضر. منيح انه حكيت مع ميستي، بس بظن انها بلشت تتجنبني ابتداء من اليوم، وانا بلشت احس بالعجز لانه ساكنين سوا بنفس البيت. مين اللي بيعرف لوين رح يودينا الحب؟ بتمنى ما تاخذ القصه وقت طويل كتير. سامحيني ماما، أنا آسف. شايف لوين وصلت حالك يا ابني؟ أنا منيح أمي، صدقيني. فير، بدي إياك تصير منيح بأسرع وقت. طلع على حالك. فير، ابني لازم تكون تعلمت من هالدرس. يا ابني حياتك وشغلك أهم من كل العلاقات اللي بتمر فيها، وتذكر إنه كل هالعلاقات ممكن بلحظة واحدة تختفي من حياتك، وخاصة إذا كانت بنت مثل ميستي. كنزة الواسعة كأنه ما نقلي، يعني أنا ما بلبس هيك كنزات واسعة. طمنيني حبيتيها لكنزتي؟ انتي معك حق ماما، وهذا الحكي بعرفه، بس قليلي يا أمي شو طالع بإيدي؟ أنا حاولت كتير ورغم هيك ما قدرت أنساها لميستي ولا يوم. بأكد لك إني منيح، منيح كتير. قدرت سيطر على مشاعري، بس امبارح لما شفت ميستي بالسوق ولما حسيتها انها مبسوطه ومفارقه معها وكانت عم تحكي على الموبايل وتضحك، هالشي كسر لي قلبي يا امي. إذا عجبينك تيابي كان فيك تخبريني بهالشي، كنت نقلت خزانتي كلها على غرفتك، أما أنك تسرقيني هيك ما حبيتها. حضرتك عم تقول أنه أنا سرقتك؟ لمعلوماتك أستاذ روهان، أنا ما سرقت كنستك ولا ممكن أعملها. بعدين ما أنا مشكلتي إذا كانت كنستك حبتني أكتر منك.
فكرة ذكية لتتهربي من عملتك يا أنسة، بس أنا مصر إنك سراقة لأنك سارقة قلبي. بس كمان بظن إنك عملتيها عن سابق إصرار وترصد. قلتي بعقلك إذا ما فيني أقرب من روهان ففيني شم ريحة تيابه. لتكوني فكرتيني ما رح أفهم عليكي. أنت حاب نصير جسم واحد وروح واحدة وما يفرقنا شي بنوب. هي كانت جزء من العلاقة. ليش أنا مكسور وليش هي مبسوطة؟ ضلينا سنة وكانت بتكفي لحتى تحبني، مع أنها قالت إنه الحب كان مفقود بعلاقتنا. كيف بدك ياني استوعب إنها كانت عم بتمثل أو عم تكذب علي؟ ضلينا سنة كاملة مع بعض، كيف ما أثر فيها يلي صار؟ كيف فيها تكون مبسوطة ومفارقة معها؟ عن جد صعب كتير، صعب صدق يلي صار. فير، انت حبيتها من قلبك يا ابني، بس هي ما حبتك. شلحيها فورا. طالما عم تقول انك شفتها بالسوق وكانت مبسوطة وفرحانة مو فارق معها، فأكيد بتكون نسيت يلي صار، أو بيكون في واحد تاني بحياتها. ها؟ شو؟ شو؟ أنا كتير بحب هالكنزة، لهيك بدي اياكي تشلحيها. مو قلت إني سرقة؟ فخلص هاي صارت لقلي من هاللحظة. معناها أنا باخدها. روهان، روهان هاي بهلك. بدي كنزتي هلا. روهان خلاص، شو بدك؟ قلت إيه وقلت لا، ما رح أعطيك إياها. أكيد بتكون تركتك كرمال واحد تاني، وإلا قلي أنت شو هالسبب المقنع اللي خلاها تتركك؟ بلكي كان حكي أمي عن ميستي صحيح، بلكي كان في شاب تاني بحياتها. طيب إذا هذا هو السبب فمين هو؟ خلص روهان بترجاك؟ عم قلك عطيني إياها هلا. ميسي، ميستي وينك بنتي؟ ميستي، ليش ما عم تردي؟ وين راحت هالبنت؟ ميستي، ميستي، بدي أسألك ليش مو جاي المساء على الحفلة؟ روهان، نحن اتفقنا انه لازم نحافظ على مسافة بيناتنا ونبعد شوي عن بعض. هاي كانت فكرتك اصلا، يعني على القليلة خلينا نحاول نعمل هالشي ونجرب نبعد. وموضوع الحفلة هو اول خطوة لإلي لحتى اعمل مسافة بيناتنا. ما عم بفهم كيف فيك تعملي هيك. ايه بعرف انه انا اللي اقترحت الموضوع وحكيت فيه، بس كتير صعب علي ينفذ اللي قلته.
غمض عيونك روهان وفكر بالشي يلي عم يحس فيه فير هلأ، وقديش عم يتعزى، وإذا قدرت تتخيل وجهه رح يصير الموضوع أسهل عليك. وبعدين أنت مصدر قوتي، لهيك قدرانة بعيد عنك. بالمناسبة أنت لازم تزبط حالك منشان حفلة اليوم، لأنه كل البنات رح تكون عيونهم على أهم مصور بالعالم. يا ربي، على فكرة ما عندي شيء لبسه غير هالكنزة. خلص، مو ضروري يكون مرتب وأنيق. على فكرة في شيء اسمه سوق. بعرف بس ما بحبه. قولي لي شو أعمل؟ لازم ألبس بدلة، وبصراحة أنا بحياتي ما سبق ولبس مثل هيك شيء. ما حدا بيعرف شو اللي رح يصير بحالتي اليوم. طالما مطلوب منك تلبس بدلة معناها لازم تشتري وحدة. ساعديني، روحي واشتري لي إياها أنت رجاء. أنا؟ إيه؟ أصلاً الوحدة بتعمل أي شيء لحتى ترضي حبيبة. طيب اسمعي، ليكي خدي مصاري وجيب شيء إلك كمان، وهيك منكون تعادلنا وحدة بوحدة. لو سمحتي روحي، بترجاكي بترجاكي. إيه خلص، حاجة ترجاني، ما في داعي لهالشي. أنا رح أنزل على السوق كرمالك، انطرني لأرجع. اتفقنا؟ ميستي، وين كنتي بنتي؟ إلي ساعة مناديلك. أنا تيتا، أنا هلأ طلعت من الحمام، كنت عم أخذ دوش، يمكن لهيك ما سمعت. قلقت عليك كتير. اسمعي، باري قالت لي إنه ما عنده شي تلبسه على حفلة اليوم، لهيك بدي تنزلي على السوق وتجيبي لقطعة مرتبة. بنتي هي عندها اجتماع ما رح تلحق، إذا بتشتري لو بتودي لي إياهن على الحفلة بيكون أحسن. وبتغير تيابها هنيك، أوكي؟ طيب رح أحكي معه. دخيله اللي بيسمع الكلام. لازم اشتري تياب لكل العالم.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.